السلام عليكم كل وعن داوديال حد كسو دواتان ورك عالم كو إذن كغيمان يتلفشن كصومالي كابل حرون تسدحي مقالة مقدشو أنا قو بشير بشير عبدية وركي إذن أقرينا يا قوضة بوضة وركي إذن ودورك حولان وحاكم إذا رئيس الوزراء الصومالي حرق كجري لسمها عصوبة هي أدى صعدال كي جنسي دها صوماليا دولة إمارات كعربتا وصفير عصوب أصو مقعوضي صوماليا قدومي هوري دقمدا كحدا محمد يوسف ولقدونسية بلاد شرف لحريرتا وحقبت كيسي مسؤولين كقيب قلي مناسبة داسي شعب يقنع سطوع بشك موجيس راكيل كتر سنعيدا كدولة دا واي الشيغان إن أي باب كوهيان لولا يكوليهين دقمدا عبد عسيسي مقالة مقدشو قدبا داسي قدبا كلو فافاستان ادوار كيكو داون دونتان وديار قروبا ساقي يورمسترن warkii oo dhan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya wariyaha Salibaan Raaga ayaa faahfaahinta warkaan eegaya ra'iisul xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray dhisma cusub oo loogu talagalay inay ku shaqeyso hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dhismahaas oo hab casri ah loo dhisay isla markaana maanta xariga jirkiisa ay ka qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya وزير حمسة عبد البراء وقبض كجيدي مناسبة ضد أفريقيا لسمها هيادة صعدة على كي جنسيتها الصومالية وعروض وزاره كهذي مهمة ده هيادة الدولة ده ولا ده هاي وعوشة جاي إن التهاي وجي كبعد الدولة ده هيادة صعدة على كي جنسيتها إسلام أركانا لدون يو إن مقال كدولة ده أيلته وعنا وكهذي أهمية ده لسمها هيادة سي يدور كحكومة ده ولا ده هاي شقينتها هيادة صعدة على كي جنسيتها أنا وحيلة هاي قرن كوحيلة هاي ساعة أنا أقول له هاي أهمية جارة هي أقول له هاي مركز كوبات ده هاي الدنيا وتشي قرنك قف كصومالي ما رأي مركز وهر هي وأربعات كسودو أما دكات كسودو بضع أما حدود كصاقرة تماشى وهر يسوي كهر ما يسوي وهي هذا أيده كصوت عالي مركز first impression or last impression marka ugu horeeya qofkaas wuxuu ku arko qofka Soomaaliga meesha jooga safska bixinaya ayay Soomaalidu ugu dhantahay taas Soomaali ugu eegtay marka siduu qofkaas u ekaado ayuu bay Soomaali u ekaanaysa sidaa darteed waa wajigeeni waa inaan ka wada shaqeyno inay qurxoonaato qofka خدمة راس قديمة يا هذا كسينة يا وين هي قف قرحون واللي بيستن وإيمان قبع والنظيفة وهفن إنه يهاي أو تببرن إنه يهال روا أنت أسمعك ويسكت درس الله يا وجهين وقرحون أنا يا لكن هدي أي سكر صباح ذا وجهين وفرح معايا sida darteed hay'adani waa in la qurxiyaa waxaan ku waafaqsanahay in ku waafaqsanahay hay'adan inaan qurxino dadkeeda maskaxda ka qurxino madhaxa guudna aan ka qurxino waxaan diyaar u nahay inaan empower gareyno shaqadan hay'adan shaqaalahaan inaan u roonaano hadii la hayaado oo ku dadaalayna maxaa jira oo wajigeenni أهميّة اللواط اللي هذا هو حاوي وأهميّة أمني واي إن أنا أوت ودن كانوا ماشي لقى بحي ماشي لقى سكول سعيد ما هذا باسبور باليسوسي وشن ميلود بالسومري تشيكين كان هذا 1 2 3 4 5 عمر بوجيه ده اللي سوي إيه فرحيك سيدا درتت هاد أمني قيد تيك قاعدنا يسوي قرنسا أمنية أهمية جارة أولى هاي هاي أدان وماشي لغة سوكلي وماشي لغة سوكلي هادو قف ودن كان سوكلي ودب جيستو ماشي لسو أدو اللي هادو حقيبو كي يمد وهي أدان قف كان هادي وقف ودن كان كبحي ودب جيستو أمني دركيرو meesha la soo aado ee laga raad qaada waa hay'adan saadarteed hay'adani waxay leedahay ahmiyad amni oo gaar ah ay ino leedahay
دخلك جودها أنا الصحة رضانا وابلا قش كي إذا رواقيب كله وأهمية إلى هاي وضع كانوا له ذي إذا كمذا وهيئة سوق اللي صدق كان قال سوق اللي سوى مكا هيئة دان هدية إنتهى شرفتي يا كرامتي إن أي دكتور كان اللي يمادو والله إيسو ووجيجان وقرحوا رعضة إذا مسؤول كا أما قيب تقوين كله إن دل كان أمن يوسو ولا عسنا دنا قيب تقوين بينيه إن دقالها نكرنا قيب تقوين كليهن مركا هي دو سيدات سي أمان أمن يجد كل هذا مرة دي سيدات هاي مركا هي أدان وحالة ربا داع دمو وحالة ربا هفنان إيو إلى لنتا سيستم كي الشروع الأدقن هي دين إلى لنيا غير ربا integrity dadka joogay waa in ay lahaadaan dad highly integrity oo aad u weyn u sareeya inuu noqdo raba maxaa jira mas'uuliyadda inta leeg ay xambaarsan yihiin marka ayadoo dadka dawladda u shaqeeyo dhan laga rabo sidaas hadana ayagu way ka mas'uuliyad badan yihiin mas'uuliyaddaas inta leeg laga rabo waxaan ka rabnaa inay saas u ilaashadaan laga rabo mas'uuliyaddaas ilaaliyaan inta hadan hay'adan وقت وحان ربا إنان حالك نوغم هاد عليو ونوغم فايد استو ما اللي بتصوبة وحبا كان عاي وحا كان عاي حد قدب آدوين ايا كان عاي حد قدب كي داعي دادك الصوماليين محي كي راهدين وحان ربا إنان حالك نوغم هاد عليو رنتي قال لي يرد الصوماليات اما قارد المقدشة كنول قيبه هذا كله دون أدنى، وحال ربعين أنا مهد عليه قرطها الصومالية غير مقدسه، وحال ربعين أنا مهد عليه جرع سطة الصومالية غير مقدسه، وحال ربعين أنا مهد عليه جامع ذها يسكول ذا مجال ذا مقدسه ما ملكه ذا يأرض ذا، سيدو كله وحال ربعين أنا مهد عليه وزير ذا وزير الدولياش وزير كحجنة وزارة ذها أجاسمياشة واحدة يضمن شغالها وزارة ذها هيئة ذها كري الدولة ذا أضمن تود فنتي موجي وحن هاي أصول عشرين وهي هنضم وأنا مهد علينا سيدو كري وحن ربعنا أدو مهد علي دخاتير الصوماليات وأيقنا دور كودا كنت أدي هذا سري حنوم هلين يا أم هذا اللي يا علماء الصوماليات ملك استجوعا كودل كجوعا يكون دبت جوعا ومر كان سيتابا وحقيقة وإلهي لوجيه وعدي دير كوا قاضي ملاحظة وا قاضي تدك الصوماليات دينك إسلام كوا حقيقة قبته واحد عاي أنا موجي عدي نمان كاس وحاسمين أي إن أي سندين شقق كلها إنه خوارجهم فعل كي خوارج دينه يا متكان سلام الحجي عبد راجي سو مالك يا بن مقدوش دومي هراء دقمة كحد محمد يوسف يا لقدون سيء بلاد شرف لحير يرتب حقبة كيسة يضع مسؤولين كقب قلنا مناسبة داسي ورينا أنس محمد صومنا يا فافاين توركان يجيا حفلة بلارانو يسوق جرتي مهد علين يسوق تين أيا حلاي مجلة مقدشة لوجو قبتي قدومي هو رأي دقمة كحد هي جبل كابنادر محمد يوسف محمد يري حفلة دانو هيد مسي هرسلا لوسو أجاسمي إسلام أركانا هب ماموس كيدو ها مداد وصريو أيا وحا كسوق بقلي مسؤولين كل دوانو يو هو رأي قدومي هو رأي دقمة كحد محمد يوسف محمد يري قدومي كحين كلا بعد برلمان كدولة جبلات كجل مدوك حلي بانو يسوق جري هير فدرالي هير دولة جبلات أقول يهنو سياسيين رنيرو حوان فنانين يقيبها كل دوان برشدة انتهي حفلة سعوتي أيها وحا قوبتا لغصة وبندقية موقال كوبان وكترجمية وحقبت كقدومية محمد ياري سدح دي سنة حلك وهي قدومية ها الدقمة دا كحدا وغورين وحاشر حات كوبين كبحية وجيت كحفلة عبد الفتاح قيس وكم إذا حاق من قابياش حفلة مناسبة ده وبحد وينين
وحيابي سيد حلسان تجوعي أقرب صامي وحيا يجونا قبته كلمة حفلة دلقو مرتقى ذي والسجوجري حل بعنا أي مسؤولين كلا وحين استوى دجرة وشجن إن قدومي محمد ياري وكالم وين كلها خر مركا دقمة كحدة يقبل كبنادر وعاو شرف يفرح ضيقة إن كسر غير قول مناسبة لقو أبى المرة يا أما لقو من الشجن يا أما لقو بقاعدين يا حقبت كي قدومي هني دقمة كحدة محمد يوسف الله يقنا محمد ياري محمد ياري سير الشعبي وحلك هاي مدرسة ده سنة سنة ده سنة أنا أنتوا قبتي وحنوقفنا أنت يرتا دوكيمنتري على صوبان دقي مرك حبة حبة لو دول استعجو مهم ده أقول ده دكتور حيفيرين يعني لا مجي فيرين لكن أنا وحي سوي جدتي MCH كا الله ترى قلي خير ده لانك سومالية يسكولة ده لقى فريدك ملكا طبعا هانتي waxaa muuqato degmada hormarkeeda waxaa ka muuqato dadka hormarkiisa hadii maanta dhalinyaro ay galteen iyo tiimanka ay galteen inay mahadsanid ay dhahan waxa waaye taas waxay ku tusinaysaa dadaalka iyo juhdiga uu bixiyay gudoomiyaha ee sanaysa intii aan daawanayay waxa iga muuqday shay kale oo muhiim ah oo gudoomiyuhu qabtay oo markaati ka ahaa oo ku jirinba anaga xusnaa laakiin waxa kamid aha dhismaha weyn ee saldhigga degmada oo meel fiican maray dhismaha siyaasiga qabtay meel dhuxuna maraya markaad ma jiraan mise ma jiro waa jiraan ma oo maamulka kala maado iyagoo la ganoonacayo la habaaray amsi kale ee bixi kireen waa qofku ugu horeeyaa soo lagu faraxsan yahay dadkiisa ku faraxsan yihiin inta xaflad loo dhiga la yiraahday waa maxsan tahay een wax badan ma oranayaan Soomaalidu sideedba waxay taqaanaa ama ay ku badan tahay inay wax kala koobiyaan wax kala qaadato dadka degmada kaxda waa dad original code ama background code wax badan Soomaali bare wax badan laga dhaco laga qaatay dhankiisa gudoomiyaha hore ee degmada kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed Yare oo isna goobta hadalkooban ka jeediyay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo kala shaqeysay shaqada adag oo degmada ka soo qabtay isagoona balan qaaday inuu la shaqeyn doono maamulka cusub ee degmada loo igmaday waxaan markaa caawa ii tahay xafladan adiga garabteer aad leedahay waa maasan tahay inay sii dhiri geliso wax aanan ku fikirayn inaan qabtana inaan qabtay inaan ka soo baxdo caawa meeshaan hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa inaan raahdo shigooniya tiimkii shigooniya isugu xil saaray ee muddo laba isbuuc u dhafrayay oo aan cilay xataa ku war inaga daaya maalmaha naga dhaaf baashe bal si kala dhig iga diiday waxaan rabaa inaan aad u maasan tihiin oo ka mid ah saaxiibkay Qays iyo qadar asagoo naga maqan iyo tiim tirba hadaan ma cod shaqan ku wada xusi karin aad iyo aad shigoor ugu maasan tihiin shigood asxaabtii oo reesha sheegtay qof markuu xilka dego laga wada kala dhuuman jiray waxa dhigay ninka halka waa ka dhamaaday aan ka dhoomano marka caawa farxad ay tahay oo xilka tagay
رئيس الدوائر السياسية قف حلا ما جعله كله. ودم بين وح حفلة صاحرتي. قدومي كحين كبرلمان كدولة جبلات كجل مدوك فاد وما فاندي. وحين قدومي محمد يارو جمهد علي سيد روفيات كاو شعب كدق مدو قصو شقيه. برشاد كل قام كحشي قال أو بقول استعجي أو استعجي إن لا شقيا معمول كدولة قصو إبنتي إن لا شقيا وحلاه سقاس إن وحروقو جمهد علي محمد. محمد يروى ما سنتهاي سيدا هول كرني مدلي يا دوسو شقي سي يا أموتي سي كحد واحد تهاي يا كحد ماشي وسعته قول كذي هاي يا كل شدو يني تسكو دوبتو اي سمايزتو دنيهي الجود يا دنيهي الجاركا ونانت كحفلة ده أيا مرتدي كسوق بقش حفلة ده وحي من مد شهادة وقدون سين قدومي هوري دق مدى كحدة محمد يوسف محمد يرح أنا اسم محمد صومني صومالي كيبل مقدشو. شعب يجنا عصتا عبشك موجي سراكيل كترسن عيدا كدولة دا أيا الشيغي إنا يباب كوهيان لولا يكولي يهين دقم دا عبد عسيسي مقال دا مقدشو وريه لنا مع محيدين عاردوفا يا إيجيسا واها دي علما سيدة حقيدو أبقالك كوبي هاي لكن قولة واحدة عيسى واو عبود رو داؤودة مروا البنا وحي ليهين حدا هاسو أسوسو شيخيستين حقنا واحد سنها هوب كان لنا هاي قبل كنك جوان واحد نجا وحبا يعرض الدين ذاتك جدا هايو إنه نقول كاس الدكومنت اللي هي أي واحد عرانا العقد هذا إنه ينكبه أو أي نجدا هذاي كتانة الدوية دهنا إنه يكون ابتوا هاي أنا آخر أنا أدرت هاي أيان وشيجنا العقد هذا ولا حلال هلا جلبها دول صدق بقول يتضبط عن بوس أه أكده هي ضد جاري لو بقول وقفود لما كان كوي على ضد مدى عبد عسيس يقبل كبنادر أي شيجين ضد كيل هاي إنه يباب كوه يان سراكيل كترسن دولة دفدر على الصومالية أو يدون يان إنه يكيب سدان ضد كله وسيدة هذا الكوديجين دول كان أكده هي جنا عصتو يضد كله والشعب يا قار كم يدا ضد كاسي مظلا يسوي مدين كشيجين إني عبشكي هين سراكي شاسي أو يتلمامين إن عبش هذا دول كان يسوي بلا بطيلة وضو كوني يسديدي أين هيستان دكومنتيو عدين يا لهان شهر دول كودة وحين عبشو درين دولة فدرالك الصومالية وعبشو عبش أنا وائن وحل حليو وحن كربنا إلهي وين كسكو أنت وحجرتو أو جبرنا تورو كو كي هاي oo gudoomiyaha gobolka oo nin culuma oo nin nabad doonimo iyo wanaag hor looga soo bartay oo yahay inay wax ay xaliyaan ayay ku qotantaa cabashadeenu een waxa cabasho ka nahay dhulka hore aqyaarta iga horeysa ay sheegtay oo mariinada ku yaala muuse suud dhabarkiisa oo badda u dego oo dhul balaarana waxa la cabiray 2018 واكاس ورقديهيس لابا كون توبان إيه سيديد دي أيال عبري لابا كون إيه سيديد دي ونقشد دي أغوه الرئيسي دوكومينتي جايز كسوا بحدي لابا كون توبان إيه سيديد دي يريسو ورقديهي لغا قوي واكوانا أو يريسو كقوي وحان أمالايا أسونا إنو هاي مامول كيما دحوين محمد عبدالله فرماج والله إسكو قبصتي سيد اللوسو وربح شيء جواب بدن يفرد يبدن أو صامرة أرين تقول كام مرحلة ده كلا دوينو صامرة غيرتها كوربح شيء مركو قدم بيه شيء جوبرناتور عمر فينش مامل مثلا يا بلال ناقبتي يدو بلال أنت مددي عن أفرد إنه عن سوي إن أيال بديل عمر فينش يوسف مدال أيال مع عابي سيد اللوش يا جدتك هدا dibka arqalada dhulkaas ku haayo ehelaan wadanaa kulgeyn laakiin waxa la yiraahay xigaba laga xigeey waranka xanaftiisa waa niman ilma adeer la ah yusuf madale oo hore loo sheegay magacooda waa abu karbono iyo joore saaxiibaanahay ehelaanahay walaalaanahay laakiin waxaad moodaa inay ka badiyo haayaan oo ay nagu dayaan dadna hore ugu soo dayeen sida horeba looga dhawaajiyay waxaan codsahayna إن غوبرناتور شيخ يوسف مدالي قدوميهينا شرفت بدن له وانا جهر الله جبرتي الله حفظه إن أو أرنتين الجار كوفيريو سيد أو قد أقصيها بدن أو وحكا قبط دان آن غرابنا نهاي أنان إلهي أما كلي لك لما أرمينان وحان أرغني إني أني كحوغا هانتيا لين نهاي إني قاتان ربان أيغو إلهي مغيني سيشر إدراء إني كو قاتان ربو إيا حوك لول كويالو
حافظ مارينو واحدا نيرو وحيبت لجيدو وقبل لوضو موسى السودي أحمد نور فارح دربيدورة وكتغو جيتك قروغ علي أغاس عبدالكتو سايو وبدك قلو لولك قل حيو حيبتا ونوها يسند دكوميت الشرعية أياو ها حوغايو وإني حوغ كردس تكوران قايبنا كردسي حدا نوحبنان إني دستان أسعودو نمان سلاكيل ملتيريا او ماشا لول نغا حقيو او كوامري كسوب اللودنا لما كنت من يطلبت انت كدن بيس دقال وصو جرو هل دقف سو دعايا حدا وحي نوغو سو قدبين لما كنت لباتن ايا لما دا اي حدود داين وصو قلين حدا كور وحانسكو قبسنا جيتك لباتن كهو قروق علو اسكتو سايو دوكوميت كاينة قايب كمدها كبار جرتو ماشاس ايان لحنا دلو كانان لينو دوكوميت كانان نقوها كولي نبغاس واي وطان بالو وريادة بجيهيا لشيكيال عيدة فرابدن نقاد جوجيان لحناي واي ديدين واي سكودة غالناي افر مالمودا تضبا مالمودا قد كي عيدة لغا قادة اي وحا قول لغاي حلبان عرب وقت غاسو حلبان هاي لما كنت بس يدي هاد حاجة في ملة قبيلة اللوجو قلي لما كن يسدي دي أيار دول نلو شرعي يي أو نرسي يي حلي قاس محمد عمر حبيبة جو قبل كا السجع كوسه يحن دول كحلي قاس نرسي يي هي ميت كدم بيا لما كن يسدي طبعاً كي إنجنيري ريسو أو بحيي أيار نمن لباء gadaal wixii la jira ma naqaan laakiin liman laba oo muuqda oo abuukar oo cali xirane boono loo yaqaano sarkaal militariga ah iyo in la yiraahdo ibraahim muhiidin joore oo asaguna waa sarkaal leeyahay anuu nin iska socdo qoro leeyahay waa aqoon jiray oo dadka dhibaateeya labadaas nin ayaa dhulkaas hadii la idmaayo naga dhacaya هذا كور والله إسكو حبدي أخيارا صوغ الشيء أو حلمان عرب وقوي مركز حلمان هاي أو كميدي هاي وقاسكو حتى واك ورق بيا قرارا لك لسمي إن سويان لوك لسمي أنغو وليبا سودين تاس نباتك قمنا أيال يري بالهورتا باش انتها الغد دبر وحكرا والي سوصو نغاهي نمان كاد وحي تاغيهين سوينت اني صور دافين اني دولك دع عايان مركو هوري ميد كي قدين مركو هوري لفيه وحال ليه هاي انو غلقة تماغان غلقة قدين انو مادة ماغان سيلو قدلف انو ماغان والله شوين اقول سوين اللي دا قول وحي لين بادة اقراعسيين قول وحوي شيريس انو تاس مشي كرو انتا كدب دعوة بلابتي وحان اسلا تغني قبل كبنات ديران تغني والسو كان ييري وحال لقو آميي ان لا تحتغو دولك علي الدكتي يو نيك اللي يرادو حسن حاجي أبوكر اي حسن إلك ويني سد احدا سال لو بحيي انغالا قد ديان الكساري وانو وان كمي دهي ان لا يسو يمالي هيدي waan diiday in qaabiraan qoladii dhulka joogtay oo saddexdaad wax dhulka socotana iyana waxaad moodaa inay shirkay yihiin hadii la idmaayo wax waa qaba waayeen Jimcaan Muhiidin Ardafe Somali Cable TV magaalada Muqdisho xarunta shirkada Hormuud Madiina ayaa maanta u dabaal degtay 20 sun guuradii ka soo wareegtay aasaaskii shirkada Hormuud Telecom Muriyana Salibaan Raaga ayaa faahfaahinta warkaan eegaya munaasabad kale ayay isugu yimaadeen macaamiisha Hormuud Telecom iyo baahda shirkada Hormuud oo wali ku guda jira dabaaldegooda 20 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska shirkadaasi maamulka iyo shaqaalaha xarunta shirkada Hormuud Telecom ee deegaanka Madiino ayaa qaar ka mid ah macaamiisheeda waxay maanta qada sharaf ugu sameeyay hoteelka Cagaarweyn ee magaalada Muqdisho si ay ula dabaaldegaan 7 ka 20 sano guurada shirkada Hormuud Telecom oo ka socota
لمان حرمها كلا دوان شركة دام مناسبة دان أعاك قيبالي قيبها كلا دوان برشادة ويسوكو جرا بحضا عافماتك وحبارشادة إسبورتيك علم ودين يمامولك دقمدة يوضياش لغنك وغورين محامداش مناسبة دكهالي شيخ عبدالحي شيخ عادن وكم إذا علم ودينك سوماليات وحبو بغادي لباطن سنقول دا شركة دا هرمود تلكم ونصي قهر أبو غادي وحقبتك حرمت هرمود مدينة أساسك شركة دا هرمود ولباطن سنقول دي يعني أود بلدك إيسا قارهان قيبت مدينة وأصحابتان ري مدينة ورنتي تاريخ في عن كله هرمارينتا يشق أبورك ديغانك يقرحنتي إيسا إني مانت إنو ييران ويدا هانا غلا سوق قيب غلا مناسبة داس أذيق لباتنك سنو عن سوق ودنية ووحادو قيمة بضان وارنو دي رجلين يين لسكو دي رجليو دادكو إني نقضان داد وحصو سارة ومد او أذيق فكرة ووحادو قيمة بضان محيدين حسن عصوو او أحمد حسوق قينتا شركة دهرمو تلكم ما يدين كيسا او كم إذا ها مسولين تيكا قيب غلاي مناسبة داس ودحيسي معاميشا ee hormuud telecom lanteeda madino waxana uu ka hadlay cusubow doorka macaamiisha ku leedahay horumarka ay gaartay shirkad hormuud aad ugu faraxsanahay aadna u bogaadinaya maamulka xarunta madina oo agaasimay xafladan aadka u heerka sareysa oo ay ugu dabaal degayaan si guud sanad guuradii 20aad gaar ahaan xarunta madiina sida loo ogyahay xarunta madiina macnaheedu waxa ka ay ka wulgasha ilaa saddex degmo intaan ogaahay iyo eeriyooyin kale oo loo yaqaan deegan marka waxaan leeyahay macaamiisha kala duwan halkan lagu marti qaaday oo runtii aan dhigi karo sanad guurada 20aad iyo xafladan quruxda badan iyo hormuud dabaaldegeeda waxaad u tihiin tiirka koobaad aad u tihiin qaar kamid martidii lagu casuumay munaasabadan oo la dabaaldegay shirkadda hormuud telecom lanteeda madino 20 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska shirkadaasi waxay ka hadleen macaamiisho fariinta hambalyada ah oo ay u wadeen shirkadda hormuud telecom maanta iyo bari iyo bari dambe ma lagu soo koobi karo hormuud waxay ummada u qabatay waxaa kamida sidaad ogtihiin oo ay ummadu ku dirsato ugu weyn bangiga weyn ee hoggaanka bangiyada Salaam Somali Bank oo ay ummadu lacagteeda ku kaydsato oo ayna masuulka guud ay ka tahay shirkadda hormuud mandhiqadan aan ku noolnahay madina waa mandhiqo weyn runtii waxa shaka ku jirin inay qaabishay mar hadda ka hor 17 degmo dhan in inta lagu qaabilay adeeg guud loo suubiyay wax walba loo sameeyay marka adduunka wax la soo bixay waxa ugu fiican muraayada la isku arko shaka kuma jiro hormuud inay member of Somalia ay tahay waxay qabatay systemkeeda iyo qaabkeeda kafaalays uma baahno waxa la dhigi karaa waa tiirka Soomaaliya la dhigi karaa faafaynteeda waxa la gaarsii karaa tiirka Soomaaliya ay tahay waxa haray anaka wax kale oo nagu haray ma jiraan amaan iyo bogaadin iyo wax walba waa la taaganahay keenay majliskan sanad guurada 20aad ee warisgaarsiinta hormuud Soomaalidu waxay ku maamahdaa ruuxka aqal badan haduu hortaa hadluu ku xaalufiya dadkii iga horeeyay baa xaalufiyay oo culimo ay ku jirto khair Allah siiyo hormuud waxaan dhahay aniga Soomaali waxay tiraahdaa waa sadar muuqdo su'aal ka dhanaaya tiraahdaa maadaama 20 sano oo shaqo aad u culus iyo xaalada kala gedisan oo dalka uu soo maray iyo inaan kaga qayb qaadataan aadan idinkaga mahadcelinaynaa runtii anigu waxaan kamid ahay ama waxaan kamid nahay macaamiisha shirkadda hormuud gaar ahaan qaybta madina shaqo culus oo mataqaana bulshada aad u haysaana waan idinkaga mahadcelinaynaa maxaa yeelay adeega aad isticmaashaan ama aad bulshada siisaan waa wax weyn in ma xaqiri karo sportska xataa awalan ugu yahay waxba u qabateen inta kale dhibaateysan waxa u qabateen dhan walbo sportska caafimaadka waxbarashada dhan walbo diinta wax walba u qabateen insha Allah ilaahaydmo waxaan in rajaynaynaa saana si fiican waan ku maasintiin dhamaantiin waan salaamayaa xafladan weyn
ayaan meeshan ka salaamayaa in waxaan u mahadcelinayaa Allaah weyn kadibna waxaan u mahadcelinayaa Hormuud oo noo suurtagelisay waxyaalo badan oo horumar aan gaarnay marka aad u mahadsan yihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo taariikh kasii horeysayba een iyada oo durufo kala duwan ku shaqeynaysa ayay geed kasta iyo tuulo kasta iyo guri kasta hoostiisa inay telefoon iyo isgaarsiinta iyo waxa laala waxay bulshadu u leedahay ay geeyaan ayay saacad walba ku xisaabtamayeen waxaan leenahay dadkii ku soo shaqeeyay durufaha kala duwan ee adeega badan ee runtii aan leeyahay ummadooda Soomaaliyeed waxay maanta ka saareen wacyi adag oo aad iyo aad u dhibaato badan ayay la soo falgaleen oo la soo tacaamuleen waxaan leenahay intii soo dhabar adeegtay jazaakumullahu khayr intii ku dhimatay in Allah u naxariisto barnaamijka munaasabadan way maanta ku dabaaldegeen macaamiisha Hormuud Telecom ee laanta Madiina iyo maamulka laantaasi ayaa waxa madasha ka hadlay xubno kamid ah maamulka xarunta Madiina ee Hormuud Telecom waxay amaaneen oo ay soo dhaweeyeen doorka macaamiisha ku leedahay guusha Hormuud ay gaartay 20kii sano ay soo shaqeynaysay waa ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina shirkadda Hormuud sida aad ogtihiinba waxaa la aasaasay 2002 kadib markii shirkaddi Barakaat la xiray ayaa ganacsato Soomaaliyeed isku dayeen inay bedelkeedii ma aragtay ay dadweynaha adeeg u sameeyaan alxamdulillaah waa ku guuleysteen 2002 meeshii laga soo bilaabay iyo maanta meesha ay marayso waa wax Ilaahay lagu shukriyo alxamdulillaah waxa kale oo mahad mudan customer-kii la soo shaqeeyay 20kaas sano sanad guuradii 20-aad ah ee Hormuud inaan isugu nimaado alle ino suurta geliyay ayaan u mahadcelinaynaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha macaamiishayna sharafta leh qaybaha bulshada oo kala gedisan waxaan rabaa sidoo kale inaan maartay u mahadcelsho dhammaan maamulka iyo shaqaalaha Hormuud runtii xafladan aad iyo aadka u quruxda badan iyaguna waliba gaar ahaan xarunta Madiino xafladan aad iyo aadka u quruxda badan ee u gogol dhigay macaamiishoodii iyo dadkoodii qaaliga ahay ee labeenta bulshada ahay na halkan ku casuumeyna waa u mahadcelinayaa mahadcelintaas kadib runtii Hormuud waxa waaye magacaba ka garo magacaaba Hormuud oo bogta marka waxaan u malaynayaa qiyaartii iga horeysa ayaa ka hadashay inaan Hormuud hadda waxqabadkeedan halkan lagu soo koobi karin kamana aalno waxbay ka taabteen laakiin waxaan dhigi karnaa Hormuud waa nicma Ilaahay siiyay ummada Soomaaliyeed salaaman haaji ahmed raagi soomaal keebal muddisho dowladda imaaraadka carabta ayaa safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya isbeddel ayaa lagu sameeyay hoggaanka safaaradda imaaraadka carabta ee Soomaaliya waxaa safiir cusub loo soo magacaabay Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac ayaa maanta ka gudoomay nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee dalka aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta ambaasador Axmed Juma Al Rume kulan ayaa dhexmaray xubno ka tirsan safaaradda Imaaraadka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaana kulankan looga hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta safiirka cusub ayaa sheegay inuu bogaadinayo xukuumadda Soomaaliya iyo howlaha diblomaasiyadeed wuxuuna sheegay in Imaaraadku uu diyaar u yahay xoojinta xiriirka iskaashiga ee labada dal gudaan warkii caalamka aad kala socoteen telefishinka Soomaaliya Cable waa naga inta anigoo Bushra Bushra Cabdi aan la socodsiinayo intaa ku kulmi doono warkankii si xiga nabadeed.